جدا مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شوفتي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. تبادل ضرب والجرح بين شباب وأشخاص آخرين، الأمن تمكن من توقيف ديالهم. تبادل الضرب والجرح والأمن يتمكن من توقيف هاد الأشخاص. هاد لحظات غادي يتم النقل ديالهم إلى مصلحة ديمومة التابعة لمنطقة أب. عناصر الأمن اللي كيقوموا بمجهودات كبيرة وكيقوموا بإيقاف كل شخص يخالف القانون. تبادل الضرب والجرح، قضية فيها متشبهين بالنساء، قضية فيها عملية اعتداء والضرب على مستوى الوجه والأمن. صراحة تحياتي لعناصر الأمن اللي تمكنوا من توقيفهم. ها هو المتشبه بالنساء في هذه اللحظات كيطلعوهم عناصر الأمن. فعلا هناك عمليات سرقة كيقوموا بها المتشبهين بالنساء، هناك عمليات الاعتداءات يعني دائما فترة الليل، ولكن عناصر الأمن شحال قدهم ما يشدوا. راه هادشي كثير بزاف هنايا خصوصا في وسط المدينة. فتحياتي لعناصر الأمن على المجهودات الكبيرة التي كيقوموا بها من أجل محاربة الجريمة واعتقال الأشخاص المشكوك فيهم. ديو بوحدو برافو لعناصر الامن المجهودات. يعني شو معنا شحال عدد ديال المعتقلين، العدد ديالهم كبير. عمليات تبادل الضرب والجرح، عمليات اعتداءات، عمليات سرقه، شخص هز معه سكين. فبرافو، تحياتي لعناصر الامن. الشخص هذا في حالة هيجان، يعني مضروب على مستوى الوجه ديالو في حالة هيجان. يعني خاص تم النقل ديالو من طرف سيارة الإسعاف لأنه مضروب على مستوى الوجه ديالو.